إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا، معلومات وتوقعات جديدة بقدم لكم إياها بفقرة جديدة من الأبراج عبر إذاعة إم راديو على 105.5. البداية مع برج الحمل. أمورك جيدة اليوم، لكن لا تحاول السيطرة على غيرك. ثقتك بنفسك تجعلك متكبراً. قد تواجه بعض المشاكل لكنها تكون عابرة. في فترة المساء لديك العديد من المواعيد، ما يدفعك إلى إلغاء البعض منها، ما يسبب انزعاج أحد المقربين منك. مهنياً، ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات، وتتعرض جهودك ومحاولاتك للعرقلة، وتواجه خصماً أو منافساً شرساً. عاطفياً، ما يرغب به الشريك لن يكون مستحيلاً، وهذه أبسط شروط العلاقة التي تجمع بينكما كي تستمر. صحياً برج الحمل، لا تضخم المشاكل التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة. برج الثور، تبدأ نهارك بنشاط مستعد لمواجهة يوم جيد بنظرك في فترتي ما بعد الظهر والمساء. قد تشعر ببعض الكآبة والملل، لكن لن تطول بك هذه المسألة حتى يأتي شخص ليغير لك الأجواء. مهنياً، تغيرات وتبادلات جذرية في مجالك المهني، وتخرج بآراء وأفكار استثنائية يصفق لها الزملاء. عاطفياً، تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية والمهنية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام. صحياً برج الثور، إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرار للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف. ننتقل لبرج الجوزاء. اليوم ليس كما تتوقع يا عزيز الجوزاء، فالأمور تعاكسك وتبدأ النهار بعصبية وصراخ، وتحذر أي شخص من التحدث إليك لأنك لا تحتمل أي كلمة توجه لك. قد تواجه بعض المشاكل العملية أو العائلية، فلا تنفعل وحاول السيطرة على أعصابك. مهنياً، قد تنشغل بعمل وتضع المخططات وتوجه الآخرين، فتقود فريقاً أو تباشر بمواجهة لبعض المعنيين. عاطفياً، تمر ببعض الخيبة والتراجع عن علاقة عاطفية جديدة ضللتك أو اعتقدت إنها الأفضل لك، فتصدمك الوقائع. صحياً برج الجوزاء، لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها بالرياضة المكثفة للتخلص من السمنة. برج السرطان، الدبلوماسية هي أفضل ما لديك اليوم، فأنت وكلامك المعسول تجذب العديد من الأشخاص حولك، ما يجعل رأيك مقبولاً. قد تحدث بعض الأمور تجعلك ترى أصدقائك وأحبائك بمنظار آخر. مهنياً، تنتقل إلى مركز مناسب لك وتحصل على بدل أتعابك كما تشاء، تضطر إلى إلغاء الكثير من المواعيد. عاطفياً، تبدو الأمور بينك وبين شريكك غامضة جداً، لكن ما تزال هناك فرصة لإيجاد صيغة لعلاقة ما بينكما، فقط استمر في المحاولة وسوف تصل إلى ما تريد الوصول إليه قريباً. صحياً برج السرطان، أنت غير معتاد على الظروف الصحية السيئة، ثق إنك في المسار الصحيح للخروج منها، وإنك على وشك التخلص من واحد من أسوأ كوابيسك على الإطلاق. بعدنا متابعين معكم مستمعين فقرة الأبراج عبر إذاعة أم راديو على 105.5. وصلنا لبرج الأسد. ما تزال في صدارة الأبراج، فالنجاحات ترافقك منذ الصباح لأن الحظ حليفك. فرصة لسحب ورقة نصيب، لكن عليك الحذر من قراراتك المتهورة.
مهنياً، اقتربت كثيراً من إنهاء تأثير المشكلة الأخيرة على أعمالك، لكن توقع أن تأتي إليك المزيد من المشاكل قريباً جداً. عاطفياً، ما من فرصة للعلاقة الحالية لك للتطور إلى شيء جاد، عليك البحث عن علاقة تستطيع الاستمرار فيها ولا تسبب الضرر لك لاحقاً. صحياً برج الأسد، لا يجب أن تطول معاناتك كثيراً، هناك العديد من الحلول للمشكلة الطبية التي تعانيها، لكن البدء في واحد منها مرهون بإرادتك فقط. برج العذراء، أنت ضمن عاصفة من الأحداث، فأنت لا تستطيع القيام بالأمور كافة التي عليك فعلها، خاصة أمورك الشخصية. قد تصل مزاجيتك إلى أعلى حد لها، ما يسبب بعد الآخرين عنك ومنهم من تحب، فهو لن يطيق أفعالك. مهنياً، تشعر اليوم بعدم الرغبة في العمل، فلن تقوم بالكثير على الأرجح، لذا يمكنك أن تعتبره يوم إجازة. عاطفياً، لا تكن قاسياً على الطرف الآخر إذا أردت الاحتفاظ به، هذا الشخص لن يتحمل القسوة منك، وربما تنفلت الأمور بينكما إذا أصريت على هذا الأسلوب. صحياً برج العذراء، لن تكون قادراً على علاج نفسك من المشكلة التي ألمت بك بشكل كامل، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله للتخلص من آثارها أو تقليلها. ننتقل لبرج الميزان، يوم أجمل من أمس وفيه الكثير من الأمور الجيدة، حيث تتوالى الأخبار الجيدة عليك، لكن عليك أن تقلل كلامك كي لا تقع بمشاكل وتخرب مزاجك. مهنياً، يحمل هذا اليوم وعوداً وسعادة ما وانتصاراً على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر. عاطفياً، يوم هادئ عموماً ويكون مناسباً للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيداً عن الأجواء الصاخبة. صحياً برج الميزان، السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء الجميلة ويخفف من ضغوط العمل. برج العقرب، ما تزال في الصدارة، قد تجد ذلك في طريقة سير الأمور وتأثيرك على غيرك بكلامك وأسلوبك المقنع. اهتم بمواهبك واسعى لتحقيق حلمك وهدفك في الحياة. مهنياً، يوم مميز يسلط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز تقديراً لجهودك. عاطفياً، إذا كنت غير مرتبط فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في هذا الوضع، أنت مقبل على أيام مهمة وديناميكية من حياتك. صحياً برج العقرب، لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي. مستمعينا، بعد متابعين معكم فقرة الأبراج عبر إذاعة أم راديو على 105.5، وصلنا لبرج القوس، ما تزال في المقدمة وثقتك بنفسك كبيرة، لا تهتم لكلام الآخرين الذين يحاولون أن ينتقدوك في أفعالك، صراحتك قد تجلب لك بعض المشاكل، قد يحدث نقاش بينك وبين العائلة. مهنياً، لا تفكر في العمل بشكل دائم كما تفعل هذه الأيام، احصل لنفسك على فرصة للراحة كل فترة لأنك بحاجة حقاً إلى هذه الراحة. عاطفياً، يدخل فينوس إلى برجك ويخفف من الوهج العاطفي ويجعلك بارداً تجاه الشريك أو لا مبالياً. صحياً برج القوس، يهدد أمر ما سلامتك ويعيد ما حصل معك سابقاً، تتزود بحيوية كبيرة وعزيمة قوية. عزيزي برج الجدي، لا تعيش أفضل أيامك، فالمسؤوليات كثيرة عليك اليوم، كما إن الضغوطات ما تزال مستمرة معك، حاول ترتيب وقتك، عليك بالراحة في المنزل. مهنياً، عوامل إيجابية وجيدة على الصعيد المهني، مترافقة مع مطالبك المالية المحقة،
وقد تبلغ الهدف قريباً. عاطفياً، في الأجواء عشق وتعلق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت. صحياً برج الجدي، الشعور بالخيبة أحياناً يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطراباً نفسياً. برج الدلو، عقلك مشغول بأكثر من موضوع، وهذا يشغلك عن كثير من الأشياء التي لا يعجبك وضعها في الوقت الحالي. حاول أن تعطي الأولوية لعائلتك وشريك حياتك. مهنياً، يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً ما يشعرك بالقوة. عاطفياً، مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير. صحياً برج الدلو، تخوض مغامرة تعكر وضعك الصحي بعد الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك. برج الحوت، أنت متهور جداً وتبدأ صباحك بطريقة عكسية. مهنياً، القمر المكتمل يتحدث عن وضع مالي متأزم أو طارئ، أو عن نقاش مادي مهم، وعن خيار حاسم لا بد من أن تقدم عليه. عاطفياً، ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك، تستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام. صحياً برج الحوت، التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلاً أو خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية. مستمعينا، هذه كانت فقرة الأبراج لليوم عبر إذاعة أم راديو على 105.5.